الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. هذه الليلة ليلة النصف من شهر صفر لعام 34,300 في هذا المخيم المبارك، مخيم الشيخ محمد العنجري وإخوانه وفقهم الله في الكويت. أتينا زيارة وللسلام على الإخوة، وفرحنا عندما سمعنا أن هنا لقاء هذه الليلة عبر الهاتف مع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله، وتكلم الإخوة بشيء من مآثره. وأنا أقول الحمد لله أن الشيخ مو بيننا، ولا والله ما يخلينا نتكلم كذا، لكن هو غايب، الله يحفظه ويوفقه، ونحن نذكر أخبار له بإشهادة إطراء، ولكنها يعني أمور يمكن بعضكم ما يدري عنها. أكثر الناس عرفوا الشيخ بعد الأحداث، والكويت تعتبر يعني تاريخ، الكويت تعتبر تاريخ. فحال ما حصل من طاغية العراق صدام حسين الهالك تجاه الكويت وذهاب الكثير وما حصل من الاستعانة، يظن البعض أنها هي بداية ما حصل. الشيخ ربيع بن هادي معروف عند أهل العلم من قديم، من السبعينات هجرية، عندكم أظن الخمسينات، ها تواريخكم بالميلادي، قديم يعرفها العلماء وجهوده ونشاطه ودعوته ورحلاته في العلم وتصحيح بعضها جامعات عريقة، مثل رحلتهم للهند سنة 84، يمكن 95 من هذا المجلس ما بعد ولد، وذهابهم ودعوتهم وحرصه، قديم صاحب سنة. أما ردودة فهي أيضا قديمة، على أبو غدة وعلى الغزالي وعلى غيره. ولما حصلت أحداث الخليج وأفتى من أفتى بعدم الاستعانة، ألف رسالة صد العدوان، صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة بغير المسلمين. حصل في وقت تلك الرسالة أن كان اجتماع عندنا في الشرقية في الدمام، وكان الشيخ حاضر، وتلك الأيام كأنما لا يريدون الشيخ أن يبين كثيرا من الأمور، وكانوا يتقربون له، أعني بهم السرورية. وكان ذلك اللقاء في مجلس أخونا الشيخ رياض بن عبد الله البراك في الدمام. حضر الشيخ وكان المجلس مليء بالسرورية، والسرورية تنظيم، هي بشيء خيالي، ولا هو واحد عنده فكر ما حد يتبعه، لا هو صاحبها يقول عندي جماعة عندي. وأذكر قبل غزو الكويت، أذكر قبل غزو الكويت كنا عند شيخنا جعله في الجنة، الشيخ مقبل بن هادي الوادي، قال أتانا سرور، ما تعرف سرور؟ قلت نعرف يا شيخ. قال أتانا يدعو إلى جماعة وعنده حزب، فهو عنده حزب وعنده جماعة وعندهم تنظيمهم، فهؤلاء أكثرهم، وإن سمعوا كلمتي هذه فهم يذكرون ذلك المجلس، وهم الآن رؤوس كبار في المنطقة، عندنا في المنطقة الشرقية رؤوس كبار ولهم أتباع، وهم يذكرون تلك الحادثة كما أحدثكم بها الآن. وكان مجادلة منهم في المجلس، وارتفعت أصواتهم في مناقشة الشيخ لعله ينثني لعله يرجع، وأحدهم مقيم منذ زمن في المنطقة الشرقية وهو لا يحمل الجنسية السعودية، لكنه يعامل بأشياء كثيرة، وكان حاضر في المجلس، فكان للشيخ مناصحة للجميع، فأراد أن يختلي بالشيخ،
قال يا شيخ طلبة العلم يحاربون ويهددون. قال من وين أنت؟ فذكر بلده. قال لماذا تأتي إلى هنا للبلد التي تحارب العلم طلبة العلم وأهل العلم؟ ارجع إلى بلدك التي أتيت منها لعل يكون هناك تقدير لك فيه. وكان ذاهبا به. فذاك المجلس كان يعني سبب في تغير كثير من الشباب في بعض أمورهم. أنا ممن تأثر في ذلك المجلس. كثير من الإخوان يحبون الخير، يحبون السنة، يحبون الدعوة، لكن كان هناك لهم بعض الناس مناهج خفية لا يظهرونها. ذلك المجلس كان مجلس خير وبركة، وأنا ممن استفاد في ذاك المجلس. كان حاضر المجلس جملة من إخواننا ممن لهم الآن أيضا جهود في نشر السنة في المنطقة الشرقية وغيرها من الأماكن. عذرا لكن أحيانا بعض التاريخ يشيل دفين ويحرك ساكن، ولكن هذا العالم ظلم. والله ظلم يا أخوان، هو والله ناصح ولا أزكي على الله فيه صدق. ولذلك تأثر كثير من الأخوان، بل حتى مخالفينه يعلمون هيبته وقدره. ولا أخفيكم كان بعضهم ما يتجرأ يرد عليه، لأن يعرف أنه على هدى وأن المردود عليه على هوى. حصل في ذاك المجلس هذا الموقف، موقف آخر زارنا في الجبيل أيضا بعدها بمدة. فحصل أنه كانت له محاضرة بأهمية العلم والعلماء في جامع عثمان بن عفان في الجبيل الصناعية في منطقة الفناتير. قبل المحاضرة بساعة بعض اللي قائمين على شؤون الدعوة الله يهديهم غيروا الموقع، لأن كان في قلب المدينة، غيروا الموقع وجعلوه في مسجد عبد الله بن مسعود، وهم إن سمعوا كلامي هذا سيذكرونها تماما. غيروا إلى مسجد عبد الله بن مسعود، وكان في الصناعة المساندة في منطقة لا يوجد فيها أحد، وسبحان الله امتلأ المسجد. وتكلم الشيخ عن العلم وأهمية العلم وأهمية العلماء. وبعد المحاضرة قام مجموعة من جهة خيرية لجمع التبرعات لأفغانستان. فتكلموا وإذا بالشيخ يقطع حديثهم. فذاك الوقت كان اجتماع حكمة يار ومن معه على حياة الشيخ جعله في الجنة الشيخ جميل الرحمن، يوم اجتمعت عليه الأحزاب. كيف يجمع التبرعات لهؤلاء؟ ثم كانت بداية الكلمة في الرد على الجهاد الأفغاني بشيء من العلانية، وأفتى بعدم جواز دفع التبرعات التي على إثرها. أفتى أكثر علمانا بعدم دفع التبرعات لهم من بعد تلك الحادثة. أنا سأتكلم عن مواقف كان للشيخ فيها سبق وأولوية، ولا أخفيكم تبعه كثير من المشايخ. هذه من المسائل التي كان له فيها بيان. فحصل ما حصل من ردود الأفعال، ولكن كان صدى ذاك الرد صد قوي جدا، صدى قوي جدا، ليس على مستوى فقط
جبيل أو المنطقة الشرقية بل ولا على مستوى المملكة، بل انتشر قبل أن تأتي وسائل نقل المعلومات السريعة سواء الشبكة العنكبوتية أو الوسائل الاجتماعية الآن التي تنتشر كالفيسبوك وتويتر وغيرها. كان ما يسمونه بالشريط الأبيض، ومعنى الشريط الأبيض لأن كان الأخوة جزاهم الله خير يتعاونون ويشترون، ما عندهم تسجيلات، ما عندهم وسائل وصول الكلمة أو إيصال المعلومة، فقط حافظات الصوت من خلال التسجيل ونشرها، ولا عليها لا استيكر مؤسسة ولا شركة ولا منتج ولا تسجيلات. إخوان يسجلونها وينشرونها للناس بالمجان، ومع ذلك بالمجان ويحذر منها. فكان لانتشارها الأثر في اتضاح كثير من الأمور والغبش، وحصل ما حصل بعد ذلك من قتل الشيخ جميل الرحمن رحمة الله عليه، ومعروفة قضية الأفغان وما حصل فيها وكثير من الكلام الذي تبع تلك الأحداث. المواقف كثيرة. بعد تلك الأيام توفي صاحب الردود رحمة الله عليه الشيخ حمود تويجري، يمكن بعضكم ما يعرفه من حيث المشاهدة ويعرفه من خلال كتبه. الشيخ حمود قبله الشيخ سليمان بن سحمان كان يسمى صاحب الردود، هكذا اسمه صاحب الردود، له أكثر من 30 أو 40 رد. الشيخ حمود كذلك ردوده إلى قرب 50. فلما مات الشيخ حمود اتصلت في الشيخ جاله موفق حيثما كان، قلت يا شيخ بالأمس توفي الشيخ حمود التويجري صاحب الردود، فالله يعينك في حمل الراية يا شيخ. الله يبكى يا أخوان، الله يعينك يا شيخ، اتق الله في أهل السنة يا شيخ. والرجل موفق، وكل كتاب من كتبه له قصة، كل كتبة التي يؤلفها له قصة. وهناك همسة أجعلها في أذن أخواني، وإن شئت أنا أقول أبنائي من طلاب العلم، كان الشيخ إذا كتب كتابه ما ينشره، يرسله على العلماء، حتى ردوده يرسلها على العلماء، حتى من ضمنها رده على العودة. لكن بعد ما رد على العودة تبين للشيخ الخلل، أنه ليس في هؤلاء الفروع، إنما هو في رأس وهو سيد قطب، فبدأ كتاباته في سيد قطب، فكان له السبق في بيان من سيد قطب لأهل العلم، وتبعه أهل العلم على ذلك، فتبين لهم هذه المدرسة الخفية التي نخرت في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية والدول الإسلامية ودول العالم. ولذلك هذا الغضب الشديد من الإخوان المسلمين بجميع فروعها، لأنه نقض العرش، عرشهم الذي أرادوا أن يثبتوه قد هد، وبين ما هم عليه. والحقيقة كل ما كانوا يقعون فيه في الحكام ها هم يمارسونه في نموذجهم الذي يوجد الآن، أيها الإخوة. يعني مآثر الشيخ والأحداث والقصص اللي مرت بنا كثيرة، ولو كان هناك إعداد لهذا الحديث قبل هذه اللحظة في أشياء كثيرة لاستطردنا في أمور كثيرة. الكويت معروف جهود الشيخ في إصلاح إحياء التراث، إلى درجة أن بلغ الأمر ما بلغ. قبل هذه الأمور ألف كتابه منهج الأنبياء، قبل هذه أنا قلت لكم ما من كتاب من كتبه إلا ولهيش وله قصة، وينشرها هذه الكتابات إلى أهل العلم، وإذا حظي بتقدمه
منهم جعلها، وأحيانا يقولون بارك الله فيك انشرها موفقة، وإذا أتى شيء من المذاكرة فيها يستفيد، إلى درجة أن أهل العلم يوصونه وينصحونه مسألة كذا مسألة كذا، إلى درجة أن مفتي المملكة العربية السعودية كان يرسل بالكتابات بأن انظر ماذا قال فلان ورد عليه. وموجودة، شيء ليس فقط يقال، إنما أشياء مثبتة وموجودة. يا طلبة العلم، هذا رجل ناصح، وأقول لماذا هذه الحملة الشعواء على هذا الرجل؟ مع وجود الكبار يرونه كبير، فلما ذهب الكبار ذهبوا وهم على رضا من فعله، فيأتي من بعدهم ممن هم نكرات، فتجد هؤلاء الكبار، كل من هؤلاء الكبار عنده نابتة بدأت تضرب في الشيخ، عنده نابتة بدأت إيش؟ تضرب في الشيخ. والمشكلة أن هذه النابتة تتقمص دور من؟ أنها على خطى الكبار، أنها على خطى الكبار، فكل الكبار اللي ماتوا الآن عندهم نوابت تضرب في الشيخ. لماذا؟ لأنهم على غير خطى الكبار، فالكبار هو وإياهم على خط واحد. ولا نزكي على الله، آه هو الشيخ ربيع منذ عرفنا، هذا هي طريقته وهذا أمره. إذن التغير ليس في هذا الأمر، التغير في من تغير. ففرق بين من غير أصوله ومن غير طريقة وصوله، فكونوا على حذر. الذكريات والقصص والمواقف كثيرة جدا، ولكن لعلي أكتفي بما قد سمعتم. وإلا هذا الرجل جمع ما بين تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح الأخلاق والمعاملة والسلوك. يقول سلمان الفارسي كما ذكره الدارمي في مقدمة السنن، قال: لا يزال الناس بخير ما أخذ الآخر عن الأول، فإذا هلك الأول قبل أن يأخذ الآخر هلك الناس. فإياكم ومن يصدكم عن من ساروا على طريق الأوائل، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله الشيخ محمد خير.